وزيرة السياحة تتفق مع جوجل العالمية على إعداد مواد ترويجية للمواقع السياحية في مصر. المجلس الانتقالي العسكري في السودان يعلن قرب التوصل لحل شامل للأزمة الحالية. وواشنطن تتعهد بتعقب قادة داعش الطلقاء بأي مكان في العالم. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش موجز اخباري ياتيكم من القاهرة. اهلا بكم. بحثت وزيرة السياحة رانيا المشاط التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية التي تقدمها شركة جوجل العالمية، وذلك خلال تلبيتها دعوة لزيارة مقر الشركة الرئيسي في دبي. وخلال الجولة التي قامت بها الوزيرة على هامش مشاركتها في ملتقى السفر العربي في الامارات، استعرضت وزيرة السياحة خطة الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، وتم مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وشركة جوجل العالمية في عدة مجالات، ومنها قيام الشركة بإعداد مواد ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية. أيدت المحكمة العليا الإماراتية حكما بالمؤبد ضد إرهابي يحمل الجنسية التركية في قضية إرهاب. وأثبتت محكمة أمن الدولة في الإمارات أن المتهم قام بالتعاون مع أحد الإرهابيين لإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقصد الترويج لتنظيم داعش والأفكاره وإيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه. كما أكدت المحكمة أن المتهم تعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا وجمع أموالا لجبهة النصرة. أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي قرب التوصل إلى حل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم، أكد المتحدث أن قوى الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس اليوم الثلاثاء. وأضاف أن قوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس السيادي من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين. تعهدت الولايات المتحدة بتعقب قادة تنظيم داعش الطلقاء وإنزال الهزيمة بهم. وقالت الخارجية الأمريكية أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي سيقاتل في كل مكان بالعالم لإحضار قادته الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة. يعتزم الامبراطور الياباني كيهيتو اليوم التنازل عن العرش بعد 30 عاما من اعتلائه سدة الحكم في اول تخل عن العرش في اليابان منذ اكثر من 200 عام. وتجرى غدا مراسم تنصيب ولي العهد الامير ناروهيتو البالغ 59 عاما الابن الاكبر للامبراطور كيهيتو كامبراطور جديد لليابان. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.